دلوقتي بقى نعمل بيتزا البتنجان. يعني ايه بيتزا البتنجان؟ والله حاجه لذيذه جدا، تعالوا اوريكم. بصوا شكلها لذيذ قوي. ايه يا انصاص؟ بتنجان وبتتشوي في الفرن، وبعد كده بقى مش بتحمر خالص، وبعد كده بنستخدمها كقعده للبيتزا. فجميله وان شاء الله تعجبكم للناس اللي مهتمه بالصحه والدايت. والسبع خطوات شفتوا حلوه ازاي؟ مغريه جدا. شويه سلطه جنبها بقى وتمام قوي، مش محتاجين اكتر من كده. يلا بينا. معانا لبيتزا البتنجان بتنجان رومي يكون متقطع يعني زي ما احنا شايفين كده انصاص، او ممكن شرايح لو حابين، ويتشرح شويه كده ويخش الفرن. خلاص معانا صلصه البيتزا عباره عن، اكتبوها عندكم بقى دي عشان دي تنفعكم كمان للبيتزا، نص كوبايه صلصه طماطم، 3 كوبايات عصير طماطم، فصين ثوم مفروم او اكتر، انا بحب اكتر، معلقه صغيره عسل ابيض، معلقه زعتر جاف، معلقه كبيره ريحان مجفف، ومعلقه كبيره زيت زيتون، وملح وفلفل اسود. تمام، تقدروا تعملوا الكميه وتحطوه في برطمانات في الثلاجه والفريزر. طيب تقدروا تستخدموه في حاجات كتير قوي على فكره الصلصات دي. معانا للوجهه بقى جبنه موتزاريلا، زيتون، طماطم، زعتر، وورق ريحان. اول حاجه هنعملها دلوقتي مع بعض الصلصه عشان ايه تبقوا تجهزوها عندكم في البيت. تقدروا تعملوا كميه وتسيبوها زي ما قلت متفرزنه، حلو جدا مفيش اي مشكله، وهتنفعكم قوي 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 في حاجات كتير. يعني انا اوقات مثلا اروح مطلعه رغيف عادي جدا من عيش سواء الشوفان او الشعير، وابتدي على طول بسهوله قوي ان انا ايه احط على وشه صلصه البيتزا وشويه جبنه شويه زيتون اخضر من الحاجات اللي مش بتخن قوي يعني، بس ما نقطعش طبعا، وبس وادخل بقى الفرن بسرعه او الاير فراير وسريعا بيتزا في ثواني، ما فيش اي حاجه خالص، موضوع سهل. طيب بعد التوم ده ما يتشوح كده ننزل عصير الطماطم الطازه وصلصه الطماطم، ونفضل بقى نديهم غلوه حلوه كده عشان ايه تتقل معايا. من الحاجات المهمه اللي انتوا عارفينها عني طبعا العسل هيخش دلوقتي، بس ننزل الاول ملح والفلفل الزعتر مفيد جدا، نحط فيه احسن عشان ما ترطش، و نحط العسل. تمام، يقعد يغلي بقى على نار هاديه جدا جدا معانا. العسل ده مهم قوي، مش عايزه اقول لكم بيفرق جدا مع حموضه الطماطم، بيدينا طعم متوازن قوي، كل حاجه مش بيتحس في الاخر يعني محدش هيعرف ان في عسل. بس كده بسيبه بقى متغطي كده وعلى نار هاديه جدا، او اشغل بقى كده على نار هاديه يكمل بقى كده براحته. خلاص معانا تليفون ساره. ازي حضرتك استاذه سالي؟ اهلا اهلا، ازيك عامله ايه؟ انا بحب حضرتك جدا 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 حبيبتي، ينفع فيك يا رب، استفدت من حضرتك حاجات كتير 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 كتير، ده ليا الشرف والله، منوراني. ابني ده اترفع على ايد حضرتك منتجات الشيفان كلها من اول ما كان بيبي كده، والله خدش حضرتك كلها من وهو بيبي لسه صغير، اول ما بدا ياكل بدا ياكل بسكوت الشيفان وكيك الشوفان والخضروات اللي حضرتك كنت بتعمليها وبتحضريها، بجد جزاك الله كل خير وربنا يبارك حضرتك يا رب ويزيدك كده من نعيمه يا رب. اسعدتيني والله. هو عنده كام سنه دلوقتي؟ دلوقتي عنده 7 سنين اهو. ما شاء الله، يعني اخذ المشوار من اوله. ما شاء الله. الله ربنا يبارك لحضرتك وينفع بيك يا رب ويزيدك يا رب. اللهم امين. شكرا جدا جدا. شكرا. قولي لي عندك اي سؤال؟ انا بس كنت بتعالج من الاكتئاب بقالي سنه ونص، ولما وقفت الادويه مش بخس، يعني انا المفروض ان انا اخس بعد ما اوقف الادويه عشان الادويه دي بتلخبط الهرمونات وكده وبتزود الوزن، فانا وقفت الادويه ووقفت السكريات ووقفت النشويات وبرضك لسه مش بخس. طيب انت موقفه الادويه خالص صح؟ الحمد لله بقالي حوالي 3 شهور كده. الحمد لله. طيب انا عايزاكي تعملي تحليل هرمونات وغده وفيتامين د، تمام؟ تمام. تشوفي في نقص اكيد في حته ما هو موقف الحرق شويه. تمام. ولو تعملي رياضه برضو. تمام تمام. الرياضه على فكره والله بجد من الحاجات اللي بتعلي هرمون السعاده، يعني هتلاقي نفسك بعد كده في حاله مود تانيه خالص وسعيده جدا.
لانه بيعلي دوبامين في الجسم. فحتى تلاقي الرياضيين ما بيقدروش يبطلوا خالص الرياضه في اليوم عشان عايزين الاحساس ده بتاع السعاده. ايوه صحيح، يعني جزاك الله خير على كل معلومات حضرتك اللي بتقدميها. دايما الناس لما بتقدم معلومات بتبقى عايزه مقابل، لكن حضرتك كده يعني ما شاء الله عليكي نفعتي ناس كتير 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 وافدتي ناس كتير والله. ما شاء الله، يعني انت كلامك مؤثر فيا جدا بجد، ان انا يعني بتمنى المقابل ده يبقى من ربنا يعني في الاخره ان شاء الله. يا رب ربنا يأجرك يا رب، ربنا يأجرك يا حبيبتي، يا رب يديك كل خير يا رب. يا رب نصايحي تكون بفايده ليكي، اعمليها وطمنيني بعدها. جزاك الله كل خير يا حبيبتي، شكرا لحضرتك جدا. شكرا شكرا يا حبيبتي. في مكالمات كده والله بتخلي الواحد في حته تانيه بجد، يعني ربنا يخليكوا ليا حقيقي. ممكن الواحد يكون احساسه طول مشوار حياته وهو بيشتغل لما يسمع مكالمة زي دي يبقى فعلا خلاص تحس ان هو يعني هو ده اللي كنت بتمناه حقيقي. يعني الحمد لله يا رب دايما اكون نافعة للناس دايما يا رب، امين. دعوتي دايما لربنا ان انا اكون نافعة للناس. طيب احنا بنحط دلوقتي على صينية بالشكل ده، وبعدين بنجيب بقى زي ما قلت انا سايباها بتغلي على النار هاديه، بس نغطي عشان ما تقعدش تنزل تطرطش، يعني انتوا عارفين الصلصه من حاجات تطرطش. بنحط بقى عادي، شايفين هي اصلا كانت متقطعه كده بالشكل ده حتت. هشيل لك دي، استنى هشيل لك ايه، هشيل لك دي. تشوف شايفين متقطعه ازاي كده من الاول قبل ما تخش الفرن. فهتشرب بقى معايا الصلصه. انا عايزه اقول لكم الصلصه دي مفيده جدا للجسم. الصلصه لما بتتعرض للنار اللي هو عصير الطماطم لما بيتعرض للنار بيأكتف ماده معينه فيه ممتازه ضد السرطان، بيحارب السرطان. فمع زيت الزيتون بتكمل بقى، بتبقى علاج طبيعي رهيب، وفي نفس الوقت بيحمي اصلا الخلايا من انه يحصل اي سرطانات. فدي من المعلومات المهمه جدا جدا اللي بهتم ان انا اقولها. ربنا يحفظنا جميعا يا رب، ودايما يبقى الجسم كده ايه قادر ان هو يحمي نفسه، واللي عنده يقدر يخف ان شاء الله.